يحاول اتاك هيز هيد اوكي عشان بس هو يبقى فوكس اون هيز هيد اوكي. ممكن اعمل وان مارك انا شايفه شايفه ثلاث مرات مثلا اوكي الرابعه انا عايز اتاك هيز هيد فتلاقي ممكن هو يعمل كده عنده ريفلكس عامل اوكي هنا جوان هنا بقى اتاك ذا ليج اوكي. لما بسحبها اتاك ذا ليج هنا بص بقرب منه بسحبها شويه ما بروحش هنا قدام اوكي اتاك ذا ليج اوكي وبسحب الليج اوكي فروم هير معايا كنترول الليج انا عارف هو هيحاول دي يطلع ركبته كده عشان يهرب فانا على طول باليد الشمال دي بمسك الركبه عشان ما يهربش حاول يهرب بالنسبه لي هرب اوكي من هنا with my second arm واروح ناحيه الهيب بسيبه يطلع الرجل يطلع الرجل like this لازم اوصل بوزيشن from here I need to bring his leg here like this فهنا هتلاقي مفيش بلاس فلازم يحرك رجله. From here. From here. I go with my with his leg this side. وبعدين ضربة. Okay. Very easy. Take down. One more time. Okay. أنا بحب أعمله في ال بحاول دايما أخش في الستيب ده. بأتاك his head like this. كل مرة بخش في ستيب بأتاك his head. فالتالتة بيعمل كده. أنا خلاص I have my distance عشان الستيب اللي أنا عملته. أنا بخش بأتاك the leg بسحب هنا like this. Control my knee بتبص لجوة. سايد على طول كنترول هنا. الله رجل. From here خليك هنا. Go 1 2 3 اوكي او ممكن ممكن انا انزل لاديس عشان اشوف حركة معاه وانا اتاك ذا هيد اتاك ذا هيد ثالثة هوبا اوكي في تايمينج اوكي تمام بس انا ممكن هنا اعمل ستوب عشان بس اظبط البوزيشن بتاعتي اوكي 1 2 3 اوكي الباسنج بعدين تمام اخر مره تمام اوكي الاثنين مع بعض 1 2 3 ليتس جو